حقيقة اليوم ما زال ليس هناك توافق حقيقي، ولكن اليوم خطوة، اليوم أحادية اللجان بتاعت المجلس النواب عقد جلسة لأجل التباحث حول مواضيع النقاط الخلافية في مسألة قانون الانتخابات، لأن تعرف أن اليوم في مشاكل ما زال لم يحسم مسألة القضايا الخلافية وهذه المشاكل اللي داخل القوانين، وبالتالي اليوم يحاولوا أنهم يبحثوا هذه الأمور ويبحثوا مكامن الخلاف والنقاط الواردة شانها في مسألة القوانين الانتخابية، وبالتالي المحاولات يعني بين هنا وهناك، ولكن ليس هناك يعني حلول واقعية عرض أو توصل نتائج حقيقية، لأن يعني مجلس الدولة لم يرد على هذه الأمور بشكل واضح، ولكن يسعى مجلس النواب جاهدا أن يحاول أن يحدث توافق، رغم أن التوافق لوحده هو صعب جدا لأن فيه مشاكل وفيه مواضيع تعتبر صعبة حقيقة نعم في ظل هذا التصدي اللي هو حاصل حقيقة على عدة مستويات يعني. إذن اليوم يعني ما مستقبل الانتخابات الذي يطمح بها كل الليبيين؟ عرقلت عدة مرات وفي عدة مناسبات دكتور يوسف، هل يتوقع من مثل هذه الجلسات أو هذه التحركات أن يكسر الجمود الذي يضرب العملية السياسية الليبية؟ والله نحن نتمنى، حقيقة نتمنى، لأن الوضع لا يحتمل. أنت تعرف أن مسألة استبعاد مسألة انتخابات في هذه الفترات الحرجة ليبيا يعتبر كارثة حقيقة، وسوف يعود بحالة الفوضى والتشظي، وكذلك مسألة عدم وجود رؤية واضحة معالم لدولة ليبيا المنشودة. وبالتالي أعتقد أن اليوم في محاولات ولكن تظل حبيسة، لأن ليس لدينا حقيقة أفق واضحة واستراتيجية لمعالجة مثل هذه الأمور بشكل يعني طبيعي. طيب المجتمع الدولي أو الدول الفاعلة في المعادلة الليبية دكتور يوسف، ما المواقف المأمولة منها في هذه الفترة التي يسعى فيها الليبيين إلى إيجاد صيغة للتوافق فيما بينهم؟ دعم المجتمع الدولي بشكل كامل، لأن يعني تعرف أنت الأطراف الداخلية راهي فيها مشاكل وفيها يعني حالة من عدم التوافق حقيقة، وبالتالي نحن نريد حقيقة رؤية حقيقة واضحة المجتمع الدولي حتى على مسألة المستوى التنفيذي على الحكومات، يعني رؤية واضحة المعالم، استراتيجية خارطة طريق تبين على الأقل الآلية والهدف منها بشكل رئيسي، لأن لو نحن انتظرنا الأطراف الداخلية يا أستاذنا الكريم لن تقوم بأي حل حقيقي على أرض الواقع إلى الآن في ظل هذه الحالات العدم الانسجام وعدم التوافق على عدة أمور يعني. الدكتور يوسف الفارسي أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنا، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بنغازي، شكرا جزيلا لك.